السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن لعبة المزرعة أو محاكي المزرعة. رح نحكي كل التفاصيل. هلا خلينا نبلش بالفيديو. Let's go. بداية هشرح لكم شو التفاصيل الموجودة هون، وبعدين حندخل لجوا نشوف اللعبة. أول شيء هون عندك شيء اسمه إنشاء لعبة، رح نرجع له لأنه رح ننشأ اللعبة بعدين، لأنه أنا ناشئ وحدة ولعبتها ففهمت من أخذت نظرة عامة عن اللعبة، فرجعت رح أرجع أعيدها من الأول وأشرح لكم هذا الحكي. المهم هون عندك كلمة ننشئ سيرفر، كمان هذا رح اتركه في نهاية الفيديو. انشئ سيرفر، طبعا اذا ضليت وتحاول تشاركني باللعبة وعجبتك ضل لنهاية الفيديو، رح اترك اخر دقيقة وارجوك شلون انشئ السيرفر، وحاعطيكم كلمة سر حتى تقدروا تتجولوا علي وتدخلوا ونلعب كلياتنا سوا بهي اللعبة. هون التعليم بيعلمك شلون لازم تزرع، شلون لازم تحصد، شلون المهم شو التفاصيل. هون المودات، نحن لسه ما وصلنا لهذا المستوى لحتى نبلش ناخذ مودات، فكمان رح نتركه هلا. نحن رح نبلش بشكل بدائي، هون لسه شغلات ما مفتوحة. المهم رح نروح على كرييت، نروح ننشئ وحدة. طبعا هون بيعطيني ثلاث انواع من الاراضي، بيعطيني فيرما مجهزة او بس نستلم ادارتها، وهون ارض ناخذها بدون ولا شيء، يعني ننزل ولا معنا ولا شيء، وهون ننزل معنا تقريبا معنا المعدات الاساسية حتى نبلش لعبة. فرح ناخذ نحن انه نفتح قرية جديدة جاهزة فيها كل شيء، نعمل كونتينيو ونعمل كونتينيو. طبعا هون تحدد شكل الشخصية، وش يفرق؟ ايوه وات اوه، بتصدق انه اول مره بنتبه انه في هيك شيء فيهم. المهم تمام، كنتينيو نسيت اشوف ايش الاسم. المهم المهم هلا ندخل ونشوف ايش رح نعمل فيها. وهلا نعمل ستار ونفوت. شوف شاب اللي ويلكم تو فيرما زميتر دو لايك ذا ستار يس. هون عم بشرح لي هذيك الارض تبعيتي، اعطوني ارض مختلفة عن اخذتها قبل مرة. ليش هذيك اللي عندي هي مختلفة شوي؟ بس يعني لا بأس. بيقول لي تعال هون خد فكرة عن الموضوع. شلون؟ المهم اسخن شوي على الصوت، انا شكلي روحته خالص للصوت، عدمته للصوت. بالبداية عندي معطيني مثل ما انتم شايفين في 100,000 يورو، في عندي عن هذا الارض كاتب لي انه هو جاهز للحصاد مثل ما انتم شايفين تحت، مكتوب 100% الرطوبة، المهم جاهز يعني. وفي عندي هذا التراكتور شو يسموها للفلاحة للحصاد، يعني مو للحصاد، هذه مرحلة أول شيء ببلشوا بقلبوا التربة اسم الحرث أو الفلاحة يعني بهالمبدأ تماما. هون قبلي هون أرض جاهزة، هاي الأرض جاهزة لأنه تنحرف وتنزرع، نسميه مزروعة يعني هيك المقصود فيها. وهذا التراكتور الأخير، التراكتور هذا شغلته والله هون غير هذوليك، ليش شكلهم أحسن من هذوليك؟ ليش؟ وهذا التراكتور الاخير تبع البذر، او بعد ما نحصد لازم نحط البذره. طبعا معطيني 3 قطع، ايوه از فيري جود، تمام حلو. يعني هون شوف هو مجهز لي كل التراكتور على جهه، يعني فورا بقدر اشغل. بس هلا خلينا نروح تراكتور، اول شيء هشغل حصاده تمام، بانه هيك يا مجهز كل شيء تمام حلو. هي اتوقع مكان الحيوانات، والله شكلي بدي اسحب على ارضي واخذ هاي احسن. بس انا هشوف الخريطة، اتوقع في سبب ما او خطأ ما صار او في شي صار بالغلط حتى انتقلت على هاي الارض. المهم حنبلش نشغل الحصادة ونشغل هذيك ونشغل هذيك. طبعا في هون ميزة جدا جميلة باللعبة لقيتها، انه انت تمام ركب لي هاي، تقدر تشوف مثل هنا بيعلمني، شوف حرف الاكس حرف الاتش مكتوب هاير وركينج، يعني بتشغل شخص يشتغل بدالك خلاص، وتنزل تتركه. طبعا هون المحصول قمح، اتركه خليه يشتغل. راح اجيب هذا الثاني كمان اشغله، امسك لي هاي تمام، وهي حرف الاتش اتش مش تمام. هاي صار يشتغل بالحصاد. هلا هون المرحلة الأخيرة مرحلة الزراعة،
مرحلة الزراعة، قبل ما نزرع لازم نحن نعرف عنها شوي تفاصيل عن هاي الأرض. طب شلون أنا نعرف نحن نجي لهون؟ مو تفاصيل عن الأرض، المنتجات اللي رح نزرعها عشان نعرف شقد قيمتها، عشان نعرف شقد نربح. طبعا مثل ما انكم شايفين هون المنتجات، في عنا قمح أعلى سعر واصل عليه تقريبا 718 دولار، هذا الشعير 606 دولار، هذا ما بعرف شو اسمه، المهم ب 1070 دولار، هون عنا 1200 دولار، انا توقعت هاي اكثر شيء، هاي اكثر شيء 1800 دولار، هاي اكثر شيء الفاصوليه. بطاطا ما كتير، وفي عنا هذا المنتج اللي هلا ما عرفت شو اسمه لاني ما لغيته بقائمه المنتجات، قال كثير حقه شيء 3000 دولار، 3000 يورو. المهم رح نزرع فاصوليه لان حقه اكثر شيء 1880 يعني 1900 تقريبا. فنركب اول شيء، ركب هاي. طبعا مثل ما انتم شايفين من تحت كاتب لي عنوان المحاصيل، راح اغير 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 نفس هذي. تمام، هاي فاصولية ما تهرب الارج، ما اشتغل، اقرب شوي لهون، وقف شغل، شفتوا اشتغل. انا راح انزل، شايفين شلون صار يشتغلوا. هلا انا دوري شو راح اعمل، يعني لازم اكون راح اضل واقف ما اعمل اي شيء، لا راح اعمل شيء، راح اروح اجيب التراكتور وحاط هاي الارض افضل من ارضي، ليش مش عارف. المهم انا التراكتور هاد ركب، قالو خطا هاد ما بغطي، انا هداك التراكتور بغطي بس شكله هاد اقوى من هذاك. المهم انا راح اجيب التراكتور واصفه هون اجهزه. طبعا في حلو انه بتقدر بالفار تقرب وترجع تسوي اللي بدك اياه. اتوقع تبعيت حيوانات، والله إذا كانت تبعية حيوانات خرافية، يعني جيت لأزرع أحط مكان حيوانات بذيكة واشتريت حيوانات فما قدرت أحطهم بسبب إنه 159. إيش في ليش؟ ليش كذا السرعة؟ ليش مستعجل؟ لا وترجيت وتحكم فيه أسهل، هذاك ما أرجع فيه بصير بفتر بالأرض. المهم فرحنا نستنى الحصاد بما تخلص شغل وبعدين نروح نشوف إيش دم بيون دم بيوع بأفضل سعر. خلينا نفرجيكم الإعدادات الموجودة هون. طبعا هون اول اشي موجود عندنا الاراضي، طبعا هون ايش في اراضي، ايش في شغلات ممكن نشتغل فيها، بس هون الارض شكلها يا معلم ناشفه، يعني هي 3 قطع لي، هاي القطعه مو لي، لا والله هي ملكي كمان، راح اشوف هلا ايش في قلبها، هي كمان ملكي رقم 19، كلها الارض مالكي. طبعا انا راح اورجيكم الاساسيات، انا قارنها بارض القديمه، اذا عجبتني راح اضل، ما عجبتني لانه صح كبيره وفيها كثير شغلات، يعني 4 قطع بس ولكن يعني صغار، هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه بعيد كثير عن كثير شغلات، يعني مركز الشوب شوف وين ما ابعده، ف ومراكز البيع ما يسيره بالنص، هذيك كانت بالنص هون وبكل شيء حوالي. هلا هون عم بيقول لي انه عندي المنطقه رقم 3 إذا تحب تشتغل فيها، بدي حصادة وبدي تراكتور ينقل البضاعة. راح يعطيني أجرتها 3363 دولار، وبقدر أسجل هاي الماكينة ب 529 دولار، بس ولكن الأرض رقم 3 إذا بعيد عني مالي مصلحة. بالشمال لا هتجي مالي مصلحة، مش هضل رايح جاي كل النهار. هون بالرقم الارض 15 كمان راح يعطيني 2000، وين الرقم 15 كمان بعيده، انسى كنسل الموضوع. هلا طبعا في زحمه هذه الاسواق، نحن رح نحتاج لاشي واحد بس، ولكن هذا حاليا سميني بحاجته كتير. رح صار على الطير بسرعه ليش؟ تمام هلا بما انه خلصت اسمه، خلينا نروح ناخذ التراكتور. امشي امشي يا حجي امشي. هلا خلص كمان هذا الحصاد، بس خلينا نصف التراكتور نفضي ضمن الموجود بقلب الحصادة. حتى طبعا مطلوب مني بس اوقف هون هيك، ما فتحت لانه ما في حدا راكب قلبها، فارجي لهون بكبس حرف الاو، فتحت لي هلا دي ضخي شد فيها 84%. شو شد تاخذ حجم؟ طبعا هون هاي فضي من عندي. تمام سكر هاي، او خلينا ناخذ حصاده من هون. هلا بس خلينا نروح نشتغل بالتراكتور، بنجيب التراكتور، خلينا نحصد هذيك الشقفه ونبلش نشغل له بهي الحصاده الارض، والتراكتور هذاك الثاني ابعد هذيك الارض. يعني في هون عندنا نهايه الخط في شويه زرع، او في هون كمان ما خلص، كان في الدم وهي ما قدر يشتغل منها يعني شوي. تمام
طبعا بقدر انا اشتغل لحالي وبحط عمال بيشتغلوا على كيفي. الله ان المشكله فيهم انه ما يعرفوا انه يروحوا يشتغلوا لحالهم. لا بس اتوقع اذا دخلنا السيرفر كلياتنا سوا ممكن نعمل هذا الاشي. يلا دي تمام، خلينا نشتغل في اخر شقفة. اوب اشو تمام، حط واحد اشتغل تمام. روح يا حجي سوق. ضل اخر مرحله من هي. طبعا راح في عنا هي زراعتها وفي عنا هذيك الارض كبيره لزراعتها، فنحن مشان الترتيب مهم جدا. خلصت شغل شو شلون فورا راحت مباشر زين. حط شابتر، خلينا ناخذ هاد والله مش عارف اشتغل بهي ولا بذيك. يلا الله اشتغل بهي 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 احسن، او الاخر اشتغل بهذيك احسن. طبعا هاي الاساسيات بس ضل هيك العمل بتشيلوه بتكرروا مره ثانيه. هلا بدي اروح على الشوب طبعا بعد ما اشغل حصاد هاي اللي بتبذر هنيك. راح افرجيكم الشوب، راح اروح على الشوب وافرجيكم هون واشتغل. طبعا هلا بدنا نروح على الشوب، بدنا نروح نشتري. وين التراكتور لكم؟ طبعا التراكتور هلا بعد ما عبيته مورو خاص. طبعا هذا بس خلص راح يوقف، وهذا شغل هي اساسا وقفت الحصاد هون. تمام خلينا نروح. طبعا في عندي خيارين، اما اني احطه هون بالمخزن اخزن هذا القمح، او خيار ثاني اروح ابيعه. تمام، فبانه عندي نصها فاضيه فراح افرجيكم انه انا في اكيد في مخزن هاي بقلبه، لان انا رحت شفت انه دائما في تخزين. شوف هون، شوف في صاري فضيه. طبعا هاي انا في حاله لازم تكون صار 100%. تمام لازم يكون انا فضي بقلبه. فصار نشوف انا الاسعار الافضل نروح نبيع. طبعا مثل ما انكم شايفين هون 700 و718 رينش. رينش وين محلها؟ والله الريستورانت اقرب، يعني السعر ما في فرق جدا كبير، فالريستورانت اقرب. خلينا نروح على الريستورانت نبيع. هلا نستلم ندرب طريقنا ونتيسر على الريستورانت. معي 8000 حبه، يعني اتوقع بريستورانت حيكون. طب خلينا نشوف شلون هذاك الطريق. والله الطريق صعب، تشوف الطريق شلون بدك تروح تلف. طبعا في قطار بلف، ما بعرف انا شو شغلته، بس في قطار موجود. هون اراضي كتير غابات، ما خرج تطلع تنزل. هذه كانت الارض كلها اراضي زراعيه بهذيك الماب الثانيه. ممكن نطلع قص، بس هون الاراضي الزراعيه كتير صغيره، هذيك الاراضي الزراعيه تبعتها جدا كبيره. اتوقع في ما دخلت في شيء غلط انا كبسته فدخلني لهون. نيسا هلا بنشوف وين راح نصير بالاخير. هلا بس نبيع بنورجيكم شلون راح تزيد المصاري ونكون لهون اكتفينا. طبعا انا جبت معي الدبل، يعني انا اخذت الحصاد تقريبا اشتريت نص هذا الخزان، فانا حبيت من الباقي اللي عندي. فالمربح اللي راح يجيني ما راح تحسبه كله، تحسب نصه بس. تمام وصلنا. هلا بنصف، خلينا نجرب الارني. ايه تمام فضي، شايفين شلون؟ شايفين من فوق المصاري شلون عم بتزيد؟ صارت تزيد بدل ما تنقص. كان قبل شوي تنقص لان عم شغل عمال عندي، فنبلش تنقص. تمام اخذنا 5600، يعني تقريبا بدك تقول 2500 اشتغلنا، يعني اللي حطيناه مصروف ربحنا، بس انا هذا اللي شايفه. المهم خلينا نرجع. ما في طريق من قدام، والله في طريق لازم يكون. نجي نبعناه هون، وهلا بدنا ندور ونرجع على الارض تبعتنا. طبعا هذا القدر بكفي، انا وعدتكم انه بس نخلص مشان ننشئ السيرفر وفرجيكم شلون راح ننشئ السيرفر وكيف طريقه. المهم راح ندخل هون، انتم تعملوا تدخل تعملوا جول. انا راح اعمل هلا سيرفر كريتيف جيم. طبعا بالسيرفرات لما بدك تعملها لازم انت تعملها من هدول الكبار. تماما، يعني هون عندي ارضين انا بالبدايه الفيديو، لان في شغله نسيت انتبه عليها انه في عندك ريفولوس بورتورد وهاي فلينس، بس هي احسن من هديك، فرح نختار هاي الارض كمان. هون الشخصيات اللي انت بدك اياها تختارها، وهون خلينا نكتب سيلفستر كوميونتي. طب خلص سيلفستر 2020 خلاص مثل ما انكم شايفين. وهي نعمل كرياتيف
هلا هون عم بيقول لك اسم الارض اسم السلفستر مثل ما تكون شايفين، وكلمه السن من 1 لـ 8 وراح يدخل فيها 8 لاعبين، وراح تدخلوا انتم بشكل مباشر. مجرد ما انكم تدخلوا كلمه سر راح يدخلكم مباشر لعندي حتى نلعب سوا. هلا هيك عم بنشئ، راح نعمله بالانترناشونال ولا باوروبا؟ خلينا نعمله باوروبا، اتوقع راح يكون اخف زحمه، او جزء انا غلطان ما بعرف. المهم عملنا باوروبا عشان انتم تعرفوا مثل ما انكم شايفين شلون تكون الطريقه تدخلوا فيها. طبعا انا راح افرجيكم، انا راح ارجع ادخل بعد ما انشئت السيرفر، راح ارجع اطلع وارجع ادخل. طبعا انا ما راح اشتغل شيء بالسيرفر حاليا، ممكن تجوا انتم معي على الديسكورد، تنزلوا تحت رابط الديسكورد موجود تحت، تدخلوا فيه وتدخلوا تحاكوني حتى نعمل غرفه لحالنا خاصه ونلعب فيها. طبعا مطلوب منا 8، انا واحد وفي 7 اشخاص. اي شخص حبي يدخل معنا باللعبه مباشر يبعث لي على الديسكورد حتى نعمل مجموعه خاصه وندخل نحن كلياتنا ونصير نلعب مع بعض وننزل فيديوهات عن المواضيع هاي. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه جدا مهمه اللي حبيت كمان نكون عليها، انه اللعبه مجانيه من هون لست بالشهر، 6 شباط. ممكن انك تعمل عليها اشتراك، يعني تشتريها من الرابط رح تلاقوه تحت بس في صندوق الوصف، تكبس عليها تروح تشتريها. طبعا انتم شايفين هاي نزلني هون، انا لسه طبعا في تشات في كل شيء، ما راح ادخل بتفاصيل جدا كبيره. هي التسعة تمام. هي انا شفت شلون هاي الارض الثانيه كنت بحكي لكم عليها، ارضي شايفين مكاني انا بالنص، وممكن اشتري اي اشي بدي اجيبه بحطه هون. وهاي الارض رقم 19، هاي وحده، هاي ملكه لشخص وهي ملكه لشخص. تمام تمام، نحن ما بدنا نرجع راسنا. وخلينا نروح هلا. المهم ما راح اكمل انا التفاصيل، بس المهم راح اكتفي بانشاء السيرفر. طبعا راح انه اسوي كرييتيف تيم، هاي راح اسويها هيك اتوقع، ما بعرف. المهم راح نشوف نحن شلون كرييتيف فيرما. تمام طبعا اعطاني مبلغ شو هذا اديت فيرما. تمام حلو، هي اعطاني هلا من هون ايش ممكن انا اشتري، ايش بدي اعمل، ايش بدي اسوي، كل اشي موجود عندي فوق ما بعرف. المهم هي انا اعطيتكم الكلمه سر من 1 لـ 8. طبعا اللي بيحب يدخل معي بندخل ونشوف شلون بدنا نظبط نحن السيرفر ونظبط الامور حسب ما بدنا. راح اكتفي هون اطلع. تمام في نقطة الأخيرة كنت أقول لكم عليها، راح أرجع أدخل على الأرضي لأن هذيك الأرض حذفتها. الشوب أنا نسيت أورجيكم الشوب، أوه كان ممكن أورجيكم إياها من هون. نيسا طبعا هي فتنا، بعد ما فتنا مثل ما أنتم شايفين أنا عندي هاي الماكينة زيادة تماما. أنا هون آخر شيء طلعت لأنه وقفوا هذول ما عم بيشتغلوا، فبدي لازم أرجع أشغلهم. المهم شايفين هاي الماكينة، أنت لازم تشتري هاي الماكينة. هاي الماكينة مشان ايش؟ الاوقات لما تزرع بيطلع بالارض بصير في نسبة مثل اسمها حشرات ضارة. شوفوا رح افرجيكم مثال، شوفوا انا عندي شلون الارض هون لونها صفرة، طلعوا شلون هاي اللون الملون، هذا الورود بيطلع. فهي الماكينة شغلتها تنظف هاي الورود. تمام طبعا انا رح اروح هلا على الشوب افرجيكم شلون. طبعا انا بقدر اروح بالدراكتور او بروح بهي الطريقه، بكبس هيك بكبس فيزت بصير هون عند الشوب عشان اقدر ارجع بسرعه، ما بدي اروح وارجع اضل مطول وقت. المهم طبعا هونيك عندك قبل ما نجي للشوب، في هون هون مثلا بدك تجيب 100 ماكينه بتجيبها بتصفها هون بهي المربع، بتيجي لهون بيقول لك بيع، وهون تقدر تاخذ قرض من البنك اذا بدك. طبعا بس انه معطينك 100,000 يعني رقم جدا كويس، ما كان حاجه انك تسوي اي شيء. تيجي لهون تكبس حرف الار. من هون عندك اول شيء الماركات، اذا انت حابب ماركه معينه تشتري منها. في عندك هون انواع الماكينات اللي انت حابب تشتريها، مثلا في تراكتورات كذا. طبعا هون بس عربيات قياده. هون في عندك التريلات. طبعا هاي الماكينه اللي انا فرجيتكم اياها هي هون، شوف شو مكتوب هون، اعشاب بارا ووردس هيك مكتوب اسمها. ممكن تدخل هون في عندك 3 ماكينات، انا اخذت هاي اشتريتها. في عندك هاي ممكن تشتريها ب 18,000، ممكن هاي وممكن هاي، انت حسب على اللي بدك اياها. طبعا هون كاتب لك تفاصيل شو سرقتها، هون مثلا عرضها 15 متر، انا اخذت هي عرضها 12 متر. مثلا هي سرعة المحرك 88 120 كيلو فولت، هي 650 شوي ما بعرف 650 شوي ما فهمته. المهم فانت تحب تشتري الماركة اللي بدك اياها تشتريها. رحت اشتريت انا هي العربية عشان انقل بقر، ورحت اشتريت بقر من محل ما يبيعوا البقر. المهم جيت لاحظتهم ما قدرت اشغلهم، ما قدرت استفيد منهم لاني ما عندي حظيرة. فانت لازم يكون عندك ارض تقدر تشتري، مثل هي مثلا نروح نشتريها مثلا، شوفوا ما بتتركب معي هون، فلازم اروح الى ارضي حتى اقدر اركبها. والمشكله مو هون، المشكله بدك تحطها في ارضك انه بدك تاكل مكان الارض الزراعيه، ما بتقدر تحطها مثلا هون او هون او هون مثلا، لا بدك تاكل من الارض الزراعيه تبعتك. طبعا في كمان انا غلط غلطه عملت هي هون، الخربيشه غلط مني، شايفين شلون هون تعطيني اشاره خضراء، شوفوا هون ما بيعطي اشاره خضراء، شوفوا هون تعطيني اشاره خضراء، بدي اياكم من الارض الزراعيه. وبس اكل من الارض الزراعيه المشكله تخرب، يعني ما بدي اخرب من الارض الزراعيه تبعتي.
هي اهم شيء. هلا لو انه شكله مستطيل كبير كان ممكن حطيته هيك او مثلا، بس بدها تصير تخرب الارض تخربها، فكنسلت على الفكره من الاساس. هم شنت عمل اعمال بناء وما عمل بناء، المهم بس هذا هو، هذا القدر بيكفي. وشكرا لكم تابعتوني لهي اللحظه، وشكرا حسب متابعتكم، ولا تنسوا اللايك والاشتراك في الاصدقاء كمان اذا تحب تدعمني هذا الاشي، يعني هي عباره عن مشاركه، ما راح اطلب منك مصاري او اشي، بس انك شارك الفيديو على اي موقع تواصل اجتماعي، هذا اكبر دعم لي. واللايك كمان كمان يحفزني، وبنفس الوقت كمان بصير بيعطي اقتراحات اكثر. طبعا اهم اشي اذا الفيديو هذا جاب 20 لايك ان شاء الله راح انزل الفيديو الثاني وكمان السلسله، اذا ما عجبته معناته ما عجبتكم السلسله فراح اكنسل عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.